كنت أنا في فيينا وشفنا الحادثة، كنا في اجتماع كنا مازلنا شفنا الحادثة، وكل يعني كيفاش في نصف ساعة كان التحكم التقني في الحادث، لأن في مراحل في التحكم في الحوادث، بلك ثم شفتوا مازال النار تشتعل، لكن هذه النار كانت متحكم فيها. عندما نعزل قسم من المشكل ونخليه منعزل على باقي الوحدات المتوجدة في أرزيو، لأنها كلها تشتغل على الغاز، والغاز هو ثالث خطر. فهنا تبرهن لكم يعني هما كانوا من برهنين يعني كيفاش في نصف ساعة سوناطراك بالوحدات تاعها تأكدت وتحكمت في هذا الحادث. أنا نهني أنفسنا كلنا كجزائريين أننا عندنا شركة من سوناطراك، أننا عمال جزائريين، ما كانش عامل أجنبي تدخل أمس أول أمس، عمال سوناطراك جزائريين 100% تكونوا عند سوناطراك بمعدات حديثة وسائل حديثة عالمية، لكي نأكد لكم أن المنطقة كلها مؤمنة، كل المنطقة أرزيو مؤمنة وكل وحدات سوناطراك مؤمنة.